مرحبا قبل 32 عاما بالضبط نقلنا فتى في الوقت الضائع من الطائف الى المكسيك قيل يومها انها ضربة حظ الفتى الذي قطع شعرة المكسيك معنا كابتن كريم صدام مرحبا اهلا وسهلا هلا دكتور الله يبارك كان عنوان الجمهوريه لا ادري كيف سجلت الهدف وفعلا كان هذا من العناوين المهمه ومؤثره بحياتي فعلا يعني لحد الان كثير من اخواننا الاعلاميين ما يستضيفني يكون هذا عنوانه الفتى الذي قطعت شارع المكسيك وحضرتك اللي انت عنونت هذا العنوان. كيف سجلت الهدف؟ يومها قلت لا اعرف كيف سجلت، كيف حصل؟ هو الهدف صعب مو كل واحد يقدر يسجله دكتور يعني يراد لك حدث، يراد لك توقع، يراد لك تمركز بالمكان الصح. لو تتذكر حضرتك كره مشتركه كانت بينه وبين المدافع الاماراتي وبها نوع من الجرأه ونوع من الحظ ونوع من التقنيه بهذا الموضوع اخذتها بصدري فصارت كرة امامي لعبتها بوز الحذاء في مكان بحيث ما ان ترتفع على تروح بالاوت اذا تكون ادنى حالة ممكن يطلعها بايده يعني تقدر تقول بها نوع من التقنيه واكيد ما خلت من الحظ والتوفيق من رب العالمين. اذا ما خان ذاكرة اعتقد أنك كان كنت بديل الحارس حارس محمد وميض يمكن لا اعتقد حارس حارس تحت... محمد حارس نعم آه، نعم وبالدقيقه 88 اثمان صح؟ سجلت الهدف يعني هو انت بدلت وسجلت الهدف أي يعني قبل وقت وبعدين سجل فعلا سولف لي هذا الوقت المحرج احنا كنا ماسكين اعصابنا هو كان فارق الاهداف احنا سبق ان لعبنا بالشارجه وفزنا على الفريق الاماراتي فزنا عليه ثلاثه ثلاثة اثنين فكان يجب أن يفوزوا على اثنين صفر حتى يتحققوا ينتقلون للمرحلة الثانية وقدروا يسجلون هدفين يعني لحد ما وصلوا للـ للـ للدقائق الأخيرة يعني قدروا ينجحون في هذا الموضوع كان مدربهم البرازيلي المشرف كان على الفريق الله يرحمه ثامر محسن و هو اللي كان عنده فكره عن عني ككريم صدام لان سبق ان لعبت معاه بنادي الصناعه نقلني منطقه الوسط لمنطقه الهجوم وبقيت اسجل في نادي الصناعه سجلت اكثر من هدف فالرجل عنده تصور على هذا الموضوع فكان هو واثق ناجي مدربين المنتخب الوطني في حينها فهو اللي ارتاح انه ادخل في الوقت المتاخر عسى واغير فالحمد لله قدرنا نغير هذا الموضوع وكنا عند حسن ظن الحمد لله. يعني كانت الطائف كانه ارض عراقيه. اي بالضبط احنا تصفيات كاس العالم يمكن لاول مره تصير في في كاس العالم او في العالم انه كل تصفياتك تكون خارج ملعبك بايام الحرب العراقيه الايرانيه ما كنا نلعب في, في في ارضنا كنا ملعبنا الكويت مباراتنا مع الامارات ما رادوا يلعبون بالكويت يقول لك لانه ما تقاطع سياسي او في الموضوع ما عنده فكره بالحقيقه نقلت مباراتنا الى الى الى, إلى, إلى الطائف للسعوديه. انت تتفاعل بذكر الطائف؟ اي طبعا طالما طالما عندي ذكريات حلوه واقترن هذا الهدف بمسيرتي الرياضيه عن يعني من النقاط المضيئه بحياتي انه سجلت هدف في هذه المرحله ونقل الكره العراقيه الى مرحله اخرى احنا لما نسجل هدف لربما نطلع خارج المسابقه بس قلت لك توفيق من رب العالمين هذا شيء يعني واحد يفتخر به سجل بتاريخ الرياضي الاجيال يعني تتفاخر به بالنسبه لي ولحد الان احنا ما ترشحنا مره اخرى لكاس العالم فيبقى هذا الهدف يمكن من الاهداف المميزه بالكره العراقيه. طيب قل لي شلون نمت ليلة ورا ما فزنا؟ وكانت كانت ليلة صعبة يعني من الفرحة يعني تنتقل في وقت حرج تنتقل في وقت انه ممكن راح تكون خارج هذه المسابقة في هذا الظرف الصعب لانه تعرف احنا خضنا عدة مباريات خارج الارض مع الفريق اللبناني مع الفريق القطري يمكن اتذكر أي فكانت المرحلة طويلة وهذا تعتبر سيمي فاينل بحيث احنا اللي بعدها لعبنا مع الفريق السوري بالموازين الفنيه صارت حظوظنا افضل من الفريق السوري لان تعرف الكره العراقيه يعني عندنا نجوم عندنا تاريخ عندنا وضع غير الكره السوريه مع جل احترامنا لها نقلتنا تقريبا شبه الضمان وصارت انهم يعني يمكن جزء عندك فكره السيناريو اللي صار بسوريا وبعدين هم نقلنا للطائف ولعبنا معاهم فنقلتنا بمباراه الامارات تعتبر هي المفصل المهم في مسالتنا بالتصفيات هذه كلها. طيب ما كان قبل الاتصالات مثل هسه شنو رد فعل اهلك على الهدف؟ طبعا اكيد اتصالات ضعيفه كانت بس اللي صار في نفس اليوم انا عندي نعيم يلعب يعني منتخب شباب عندهم بطوله بالجزار ففزنا على الفريق الجزائري يمكن واحد صفر وهم نعيم سجله فانتقلنا الى المرحله الثانيه في هذه التصفيات فيحكوا الاهل يعني يعني تعرف احنا مدينه شعبيه مدينه الثوره مدينه الصدر يعني صارت الاحتفالات الحج والحجيه الله يرحمهم المنطقه كلها جتي والموسيقى والدق والرقص لانه تدري كان العالم كلها رياضه تحب المنتخب الوطني وتصفيات كاس العالم واحنا منطقه شعبيه عندنا علاقات ويا اصدقائنا ويا ناسنا فيقولون يعني جت الطبل وجت الناس ترقص بالبيت مالتنا فالفرحه يعني ما توصف بهذا الموضوع ما رجعت انا يعني عرفنا هذا الموضوع يعني شو كنت تتفرج على الهدف يعني باي أي لحظات؟ والله اتفرج يعني يعني تعرف هو صار فتره طويله يعني مثل ما قلت حضرتك اكثر من 30 سنه فبقى راسخ بذهني يعني احيانا برامج اعرضها وانا اكيد حاضر ضمن تليفوني حاضر من الامور اللي, اللي, اللي اعتز بها هذا يعني هدف مميز احيانا صدف ولدي اصدقائهم تعرف هذا تاريخ يعني تورث لاولادك تورث الى احفادك بهذا الموضوع احفادك شافوه؟ احفادي بعثهم <applause> بعثوا انا عندي غيث عد ولد وبنيه وفادي عنده اثنين بنات وسجال عنده ولد يعني الحمد لله وياي بالبيت فيعني تعرف بعدهم يجوز ورا في اربع خمس سنوات يعون هذا الموضوع واهميه الهدف بهذا الشيء. نعم انت كنت تحمل رقم تسعه. نعم. وخلي اقول لك شيء رقم تسعه مرتبط بالمريخ يعني كوكب ناري. نعم. والرقم لا يقبل صحيح. ان يعبث به لا يقبل حتى صحيح. القسمه. صحيح. نعم فهذا الشعور من جاك؟ شوف انا توارث الرقم من كابتن هادي احمد. هذا احمد رقم رقم مهم ومؤثر بالكره العراقيه وانا اعتبرته مسؤوليه انه من تعرف المقارنه بين الشارع الرياضي من يقارن الرقم كان يقترن باسم اللاعب تتذكر حضرتك من فلاح حسن كان يلبس رقم ثمانية فتره طويله اهداء احمد بعدين اهداء احمد حسين سعيد فتره طويله يعني هذا احمد يعني من يجون لاعبين ما حد يتجرأ يلبس هذا الدريس مال اللاعب يعني الرقم مقترن بلاعب فمن جيت حقيقه ما في يكسر من اللي بس رقم تسعه هذه المسؤوليه بقت الناس تقارني بهذا القامه الكبيره العملاق هذا احمد اللي انا معجب به بخلقه بفن بكل شخص كل شخصة كلنا على بعضه حلو فكانت مسؤوليه حقيقه بس الحمد لله قلت لك يعني توفيق من رب العالمين واحنا يعني اجتهدنا وتدربنا وعملنا مع نفس الطاقم اللي تدرب عمو بابا هو اللي اعطى الفرصه احمد انه نفس الطاقم التدريب هو بقى علينا يعني الكابتن عمو بابا الله يرحمه يعني عنده عنده فد رائعه جدا عنده حدث باللاعب انه يتوقع هذا اللاعب بعد كذا سنه ممكن يشكل شيء بالكره العراقيه لذلك آه يعني جيلنا ثمانيات تقريبا ونص جيل التسعينات يمكن عمو بابا الله يرحمه هو هو المسؤول عن نجوميتنا هو اللي دفعنا نحو الامام وطانا فرص بهذا الموضوع لذلك من دخلت رقم تسعه يعني هو ما راح يعني في كاس العالم ولا بالتصوير بس هو انشا هذا الجيل يعني تعرف البناء يراد لوقت فهو انشا هذا الجيل وانطانا فرصه لذلك اللي بس رقم تسعه كان يعني متفائل بهذا الموضوع وما عدى اعتراض هو احيانا يتدخل بادق الامور يعني الفانيلة او اللبس او كثير من الامور فمن بس رقم تسعه ما كان عنده اعتراض ربما في ذهنه ممكن اكون بمقدار هاي المسؤوليه اللي تدق على عاتقي. بعيدا عن الملاعب وفي ارض لعب عليها من قبل يستذكر حصاد الاهداف التي كان له منها ما يربو على مئه وعشرين هدفا حتى وان اعتزل يبقى على هامش الحياه المنسحبه من المستطيلات الخضر يراقب الشوطين على أحر من الجمر بالدريس يعني مرات احنا نفوز بالاخضر ومرات نتعادل بالابيض صح, صح, انت بالنسبه لك شنو؟ اي الاخضر كنا نتفاعل بيه لذلك شو تفاجئنا في كاس العالم رحنا في كاس العالم انطونا دريس ازرق ودريس اصفر. احنا كنا بقينا في دهشه يعني شو شو الموضوع؟ يعني احنا دريسنا الابيض والاخضر وتعرف حضرتك يعني دائما الفرق اللون اللي تلعب به قبل كاس العالم فمثبته صورنا درسنا الاساسي ودريسنا الاحتياط درسنا الاصلي اخضر والاحتياط الابيض فاحنا صار عندنا معسكر في المانيا اي المانيا صار عندنا معسكر اربع خمس ايام فجهزونا اللبس من ضمن التجهيز الطونيات درس اللعب دراس اصفر ودراس نيلي ازرق فصارت عندنا نوع من من الصدمه انه ش... راح نلعب هذا الدريس معقوله يعني, يعني تعرف عينك ما ترتاح له لانه متعود عينك على الدريس المنتخب العراقي لذلك من الصدمات بها في كاس العالم انه تغيير لون الدريس انه ما لبسنا لا الابيض ولا الاخضر لبسنا الاصفر لبسنا النيلي فكنا متفائلين بالاخضر مثل ما قلت حضرتك واغلب مبارياتنا اللي فزنا بها انا شخصيا اتكلم ككريم صدام بالدريس الاخضر يعني هو هدفه عن الطائف الدرس الاخضر كان اديداس فالشيء مهم نعم المرحوم ابو هي كان نفس مكانك فده يقول انه هو يتفاعل بالترافيك باللون الاخضر يقول يعني ما تصير ترافيك قدام <applause> اخضر يقول راح نفوز انت عندك تعويذه تتفاعل بشيء؟ اي انا حقيقه كان العطر دائما تخلي عطر معين يعني عطر الكارتير من خليه اتفائل بي يعني اسجل احيانا تصدف احيانا ما اكون بالبيت اروح في مكان اخر فالشعور داخلي عندك انه اليوم انا ما راح اكون في يومي ولا اكون في وضع الطبيعي ويا سبحان الله تحقق هذا الشيء فهذا حدث يجيك احيانا انه تعمل شيء تلتقي في بعض الناس ناس معينين او اكله معينه احنّا بالسابق ما كنا، يعني الآن الظرف الآن تغير، الآن حجز اللاعب قبل يوم أو يومين يحجزون اللاعب بالفندق ويكون أكل مبرمج ضمن الكادر الطبي، بالسابق أكله إذا أكل بيها؟ الأكلة والله كنت ما أخفيك صرت ناكل دجاج، مم. إي الحجية الله يرحمها كانت يعني تجيب لي أكل خاص، يعني تعرف من لعبت خصم، من لعبت بالزوراء، وصرت إسم ومهم بالشارع زوراء فريق جماهيري فكل الناس تتحدث مع الحجي والحجية اليوم راح يلعب اليوم راح يجي تعرف من العناصر المهمة في في كل شيء هو النوم والأكل يعني بحكم ثقافتنا بالمنتخب وعرفنا وطلعنا انه الدجاج هو يكون اخف لك في المباراه فذاك كانت حريص جدا انه يكون دجاج وبعض الخبز وياه حتى يعني تكون خفيف في المباراه. الكابتن عدنان رجال لقائي وياه قال انه كان تعويذته واحد منغولي يجيبوا لي عدنان <applause> بوز اه, آه. يقولوا يجيبوا لي اياه شوف ما حد يعلن عنها يعني هذا الامور تحكي ما حد يعلن عنها حتى مثل انقطع عنك يعني مثلا انا مثلا الا خلي عطر او شيء ما بلغ احد من اصدقائي لربما تفقد قيمتها يعني يعرف السبب فموضوع قلت لك موضوع عدنان من يشوف الا هذا المنغولي ما يقول لاحد من اصدقائه يبقى سر تحتفظ به حتى تتفاعل به بس تفشيه تفقد قيمته ملاحظ هذا الموضوع جزء من حياتك انت همار هم بها لا ممكن طبعا مو ما انت في شيء روح كل 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 بالمناسبه انت قريت على هادي احمد ايه قامه بس اقصد اني بالطول انت اطول من هادي اطول من هادي اطول من هادي بس هو القامه في في المعنى نعم اي ليش مارادونا ما تعرف ملا ما الدنيا وشغل الناس مارادونا بالنسبه ل... يعني ثاني مره احاور واحد اطول مني المرحوم ابو هي حاورته اطول مني مم. اريد الاهداف اللي سجلتها بالراس والله كثر فايهم <applause> هو عنده اهداف بالراس ومثل ما قلت حضرتك فعلا يعني كان الكابتن احمد الله يرحمه يمتاز بالخفه والمرونه فكنا مع بعض اتذكر كنا نتدرب في قاعه القادسيه فعم بابا من تدريبات القويه عندنا الزون مال السله اكو شبكه اذا تتذكرها يعني تكون موجوده فكنا نقفز انيا هو كان يلوح براسه انا أدوب دوب الوح شوي فكان اكو فارق بالقفز لان يعني هو تعرف وزنه اخف مرونته افضل لذلك كانت اهدافه جدا مميزه بالراس يعني من الاهداف المهمه على الفريق القطري استغل خروج حارس المرمى لعب لوب فوق الحارس يعني خلى الحارس في حيره من امره لو طلعت كره لقى الكره فوقها دخلت بالهدف اندل على شيء اندل على مرونته وتركيزه بالهيد احمد عنده ميزه انه ما يصعد بالهواء ممكن يوقف يعني يصعد يستقر وينطح الكره هاي مو كل واحد يمتاز بيها يعني بعض اللاعبين اتذكر حازم جسام عنده هاي الصفه والكابتن احمد من الامور اللي يتميز بها بهالموضوع انهم اهداف الراس ما دائما تكون مميزه ودائما تكون لها نكهه خاص اذكرك بهدف أه أه لبوتيسير كابتن فرح حسن نعم سجله أيه. على النمسا صح؟ صح صح بكاس كاس العالم, العسكرية. عسكرية. صح ويمكن صح. عندك واحد يشبهها صح <applause> <applause> فعلا ابو تيسير غني عن التعريف يعني رجل له بصمه بالكره العراقيه والكره العربيه يعني ذاك شوف حتى احمد استعرض من هذا الموضوع من تاثيره بالكابتن فلاح اخذ الرقم ثمانيه من الاهداف المتميزه جدا في كاس العالم كان درس احمر منتخب العسكري العراقي يعني دارت الايام وقدرنا نسجل هدف يعني مشابه له، بس يبقى هدف الكابتن فلاح حسن خالد في ذاكره الناس وخالد في ذاكره البطوله لانه من الاهداف حتى اختير من أح من افضل الاهداف اللي سجلت في كاس العالم العسكريه. نعم خلينا بالرقم تسعه. آه كريم بنزيما تسعه وانت تسعه. سواريز تسعه. سواريز تسعه. مم. اي بس سواريز راح الفالنسيا قالوا. انتقل من برشلونه. اي, أي بس القصد انه هذا التسعه. هم يقولون هسه على كريم بنزيما يقولون كريم في اهدار الاهداف شو تقول؟ ايه يعني الموسم الماضي كان افضل هو كان ويا كريستيانو رونالدو اثر عليه يعني النجوميه تطغي على الاخرين شوف رونالدو سجل ثلاث اهداف بنزيما سجل هدف هنا يعني النجوميه يعني سلبت من بنزيما العام كان محرر عن بعيد عن كريستيانو رونالدو لذلك شوف سجل اهداف كان هو عصب الفريق هو الواجه الفريق هو اللي يسجل يعني بهذا الفريق معتمد عليه بتسجيل اهداف فبشكل يعني بشكل او باخر يعني سواء نجوميه كريستيانو رونالدو مثل ميسي اي نجم يجي تحت عباته يعني ما ممكن يجي واحد ينجم عليهم يعني ميسي مشكلته يعني المشكلة اللي تكمن في برشلونة انه اي نجم يجي بالعالم يصير تحت عباءة ميسي بس خسارة ميسي نعم خسارة برشلونة بالخسارة آه الخطيرة هاي شلون نام ميسي ليلتها؟ ايه ايه شو تتوقع نعم شلون نام ميسي؟ شوف تداعياتها تداعياتها ربما لربما رئيس النادي يعني انتخابات تطلع خارج الموضوع كيكي هو اسمه كيكي كيكي, كيكي <applause> وكذلك يعني رونالد ميسي يعني صارت عنده مشكلة انه كان شلون نام ليلتها شو تتوقع؟ لو مشكلة كبيرة هاي بالخسارة آه وشوفوا يعني النجوم يتحملون يعني ثقل المباريات فحس اكيد انا متأكد يعني الشعور اللي كان يعيشه هاي طعنة في القلب بالنسبة لي شمتان للقلبس. بي أنت؟ لا لا بالعكس آه. <applause> لا. أنت ريالي ولا برشلونة؟ أنا ريالي آه. بس أحب ميسي يعني ميسي آه. من غير كوكب يعني كثير من الشهادات بي يعني مورينيو يقول كرة القدم قبل ميسي عصر وبعد ميسي عصر وكثير من الشهادات اللي يعني في تاريخ هذا الرجل وفعلا يعني هو رجل ما يكرر يعني لكل زمان رجاله فهذا الرجل هذا وقته هو رونالدو يعني سيطروا على الكره العالميه يعني ودليش وتقاسموا الكؤوس تقاسموا البطولات تقاسموا كل جوائز هذه المرحله كانت بيناتهم باستثناء كاس العالم. نعم انت كمحلل رياضي بماذا تفسر هذه الخساره المريعه؟ اعزيها لفريق بايرن ميونخ كان فريق متماسك، فريق قوي جانحة كورونا اثرت عليهم. يعني اثرت على الكره بصوره عامه على الجائحه اثرت على 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 الكره العالميه طبعا على برشلونه آه. على بايرن ميونخ على بايرن ميونخ كانت ايجابيه آه. لانه بدا دورهم مبكر وقدروا يسجلون اهداف كثيره. آآ 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 فريق آآ برشلونه بالدوري كان متعثر. هذا التعثر اثر عليه بشكل او باخر على على ضوء بطوله اوروبا، لذلك حتى ميسي التصريحات السابقه قبل ما يلعب ويا نابولي كانت عنده مباراه نابولي ومن ثم بايرن ميونخ عند خسر في الدوري ما اعرف فريق فقال احنا فريق غير موفق حتى مع نابولي راح تكون لنا مشكله بس من لعبه مع نابولي هذا التصريح القى بضلال كميسي لذلك كان هو رجل المباريات سجل وخلق اهداف وقدر يقصف فريق نابولي من البطوله وكان رجل المباريات هو ميسي لانه قلت لك كان متهيئ ومتحضر انه يتحدى المرحله بهذا بهذه الفتره لذلك ترشح المرحله الاخرى بايرن ميونخ فريق عتيد فريق فريق يعني بمعنى الكلمه يملك ادوات يملك اداره متميزه يملك مدرب متميز يمكن هم استخفوا بهم برشلونه استخفوا بهم البايرن ميونخ؟ ما اعتقد لانه فريق بايرن ميونخ كله نجوم، يعني شلون تستخف بالفريق الاخر اذا اذا كله نجوم وكله كله كله يملك ادوات النجاح بهذا مع الموضوع. البرازيل خسرت ايش قد خسرت, خسرت مع المانيا؟, المانيا بالضبط. زين شلون ناموا البرازيل ذيك الليله؟ هذا مشكله نفس الشيء يمكن البرازيل وبالبرازيل يعني صور يعني هذا الموضوع كبير لذلك شوف حتى نص الفريق تغير مدرب ازيح برا كاس العالم تصير بها ترميمات احنا مرينا بهالفتره يمكن احنا كزوراء لعبنا مع الجويه يمكن الجمهور الرياضي يتذكر يعني اتذكر كانت عندنا مباراه نعتز بها كزوراء غلبنا فريق الجويه سبعه مره غلبناهم سته يعني شوف ورا كل بطوله الفريق يتغير كادر تدريبي لاعبين احنا ما كنا شنطانين بهم بقدر ما كنا انه انه تعرف هي كره القدم فوز وخساره بس احنا كفريق زوراء ما كنا نتوقع ناخذ هذا العدد الاهداف امام فريق كبير امام فريق يملك جماهيريه يملك لاعبين متميزين بس تجيك حالات في اثناء المباريات تصير عندك احباط نفسي حصل معك؟ حصل وين؟ بكثير من المباريات يعني لي مباراه والله اتذكر مره لعبنا احنا كزوراء مع الكرخ سجلنا هدف ومن ثم ال الكرخ انتفض علينا سجلوا علينا جولين وكان ممكن سجلوا الثالث ردنا بس تخلص المباريات يعني خسرنا فخفنا فخف... تكون اهداف اكثر علينا يعني خسرنا يمكن ثلاثه ولو باقي بعد عشر دقائق لو ما عندنا سبعه الفريق يعني تحس فيه يعني لا عنده همة ولا عنده نشاط يجي اللاعب يراوغك ويروح يسجل اتذكر عم بابا كان مدرب انا كنت قريب عليه <applause> كل ساعه سال له واحد قال له قد بعد الوقت؟ قال له خمس دقائق قال له ماشي ساعه بابا خليت تنتهي المباريات <applause> لان فريق فريقنا انتهى فتمر كره القدم بها امور نبات بس المباراه يصير عندك احباط يصير عندك وضع مو طبيعي كمدرب تكون لا حول ولا قوه يصير مصيره كمدرب بيد اللاعبين اللي ما يقدرون ينهضون وهذا اللي صار مع برشلونه شوف المباراه لو باقي بعد اكثر الوقت اطول لربما صارت اكثر المباراه حول كره امام المرمى وكريم صدام ضربه راس وهدف من اجمل الاهداف ممتاز يا كريم صدام يضع المسك في ختام هذه المباراه ختام زورائي بهدف ثالث ما زال يسمع صوت الملاعب راكضا ماشيا في مسعى منه للمحافظة على لياقته التي تمنحه حياة متوازنة وصحة موفورة وعمرا مديدا من اللي أحدث نقلة في حياتك واثق ناجي وال ثامر محسن ثامر محسن والله يشوف دكتور كل مرحلة لها ناسها يعني تعرف انا بديت منطقه شعبيه بالمدينه من اللي كان يدق عليك باب باب الثوره بيوم مطير كان يدق عليك الله يرحمه عامر جميل عامر جميل عامر جميل هذا رجل عند دينه برقبتي الى يوم الدين تذكرت ذيك المطيره اي طبعا آه. لا رجل رجل رائع يعني شوف الكلام والضيافه والشجاع اللي يملكها نادر ما تلقى هكذا ناس انه جاء من الاعظميه وجاء للمدينه يعني صور بالطريق سيارته وقفت لربما هاي المواقف اللي سووها العالم يعني هي خدمتني يعني صور جاب بالطريق منطقه مريده معروفه هذه كان سايد واحد ومطر سيارته هاي الناس كن ناصيه رينو 13 هاي ما تكون كلش ناصيه التكباب فدا يمشي وقفت مي وقفت ويا استاذ اخر الله يذكره بالخير ما اتذكر والله فراد ينزل يدفع نشوف شو نخوه الشباب راد ينزل الشباب ما خلوه عرفوه يعني مو من المنطقة من شكله من سيارته قالوا وين ناس قالوا مو قال له شلون تنزل خليك بالسيارة صور شباب دفعوها عندنا منطقة احنا مستشفى شوادر مسافة يعني تقريبا حدود ألف متر هيجي دفعوها الشباب لما طلعوا لها منطقة ناشفة ما بيها مي وكمل بعدين هناك سأل جو ناس سأل هو عن بيت القطعة 37 سأل جابوه للبيت بحيث ما تعب أنا بتقدير الشخصي يعني مرة فترة هاي المواقف اللي سووها الشباب هي اللي خليته انه يصر ياخذني. يعني صور جيت للبيت هاني قالوا جاء عليك خطار، خطار منو؟ انا بعد صغير يعني اتذكر صف ثالث متوسط اقل، خطار يعني منو؟ رحت للبيت لقيته قاعد والحج الله يرحمه عندنا الحج عنده ديوان قهوه ودلال وما شو. دخلت شفت استاذ عامر ويا استاذ هم السلام عليكم، قلت وين؟ قلت استاذ وين موجود؟ قال ليش ما تجي انت تدريبات منتخب مدرسة؟ بس ما اروح يعني اختبارات ما عندي الجرأه مثلا اعرض نفسي اي لو لا دائما افشل بهذا الموضوع يعني من يجوني يعني اثنين ثلاثه واعرض نفسي انا يعني احس نفسي متاخر جدا وهاي تجي تعرف كره القدم تجي بالثقه بالنفس فقلت له والله ما قال يعني لا باكر تجون انت وناطق وكان يعني شاكر محمود وكريم زامل وياي بعد عليه الثوره تجون تدريب عندنا ملعب الكشاف ف يعني انا احس بها من نقلات المهمه بحياتي لولا الاستاذ عامر انا ما اروح منتخب مدرسي ولا صارت الفرصه انه لعبنا امام الجويه لعبنا لعبات تجريبيه امام الشرطه امام الصناعه فتعرف مدربين باعون عينها لاعبين شباب فشخصوا يعني ناطق راح للجويه شاكر محمود اجى للصناعه ويانا انا للصناعه يعني اخذنا فرصتنا من خلال المنتخب هذا فلولا هاي خطوه الرجل يعني عامر جميل اللهم يعطيه الصحه والسلام ان شاء الله انا لربما اسر هاي الافاق اللي اوصل بيها هاي المهمه الاولى المهمه اللي قبلها تعرف البيت كان صدام شقيق الاكبر هو الراعي لكره القدم بالمناسبه نعيم ورحيم وبحد. أخواني، نعيم ورحيم وزهير عدي زهير اعلاميا يلعب. يلعب بس ما انخدم وبعد رحيمك واحد لا اخر العنقود نعيم احنا أه. خمسه وكان صدام شقيق الاكبر يعني الفرق العسكريه كان مدرب درب لاعبين بقطع 37 37 طيب قول اللاعبين اللي سبعة 37 منو والله كثيرين قريبين علينا يعني مثلا ب 48 رحيم حميد جبار حميد ذو نجوم منتخبات وطنيه ناطق هاشم 43 قريب عني كريم هادي، شاكر محمود كريم زامل المدينه تدري عاجب بالنجوم بالفن بالستار البيضاني وغيره كلهم قريبين علينا كان يعني الناس فنانين شعراء يعني من القريبين علينا كان حمزه الحلفي حسن بريسم يعني عبد فلك حاتم العراقي فكانت مزيج مزيج من الابداع بهذا الموضوع حسين البصري اللي سيطر على الاغنيه العراقيه فتره طويله خصوصا المناطق الشعبيه فهذا هذا البروز يعني حقيقه انطانا نوع من الـ الـ الاصرار انه لازم نسوي لك شيء للبلد. يعني في فتره من الفترات من الثمانينات تقريبا سبع ثمان لاعبين فقط من المدينه ضمن المنتخب الوطني. هذا شيء مو سهل انه خصوصا عند الثوره، هذه الثوره اللي بتشوادر طل يعني اخرجت كثير من الاسماء المهمه. لا تنسى الكسره. كسره صح؟ من عند مثلا فانوس الاسدي من الكسره. نعم. مجبل. مجبل عبد. عندك يونس عبد, عبد علي عبد القادر زينل لا يونس من المدينه يونس من المدينه عد عبد القادر الدكتور عبد القادر زينل علي حسين جمولي من جمبل. جمولي علي حسين شاب عناد ومثل ما قلت حضرتك فانوس الاسدي وكثير كثير لربما ما تحضرنا الذاكره المناطق الشعبيه وجود ملعب الكشافه انت لعبت بالكشافه؟ اي طبعا تحت الانوار الكاشفه؟ لا ما لحقت بس لعبت يعني بال, بال يعني بالنهار لعبنا ومن الكشافه انسحب المنتخب الوطني اول لعبه تلعب لعب ملعب الشعب شنو شعورك؟ اوه أه مرعب خوف آه. اي والله ويا منشن يعني كنت بالصناعه ومع نادي لعبنا مع نادي صلاح الدين بدايه الحرب العراقيه الايرانيه حتى الجمهور كان قليل خوف خاف من الجمهور من شنو؟ الملعب يعني الملعب واسع ملعب واسع جدا ملعب بتحس فيه كانما مش ما تركض ما توصل الهدف فشلون تسجل شلون تلعب والافاق واسعه يعني تمسك الكره تحس انه كانما وحدك وتلعب براحتك الملعب كبير ملعب واسع الملعب تعرف قيمته من خلال المباريات احنا كنا نحضر مباريات نتابع الزوراء نتابع الشرطه فالملعب من يقبط يصير فانت من تلعب تحس هذا الشعور اللي كنت قاعد به انت شلون لك نظره الاستحسان نظره الغضب نظره الزعل نوبات يعني انا اتذكر لعبنا مثلا ضد الزوراء ضد الزوراء غل... انا شفت بالصناعه غلبونا مره سته مره غلبونا اربعه فالشعور اللي كنت احمله اني ممتن لأنه حتى ما للجمهور. الجمهور لانه غضب الجمهور شيء صعب جدا يعني لذلك الشعور اللي كنت العب لاول مره في ملعب الشعب شعور لا يوصف لذلك انا نعذر اي لاعب اللعبة اول مره ملعب الشعب ونحس به ما يقدم نطيل عذار لانه جاء على 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 يعني فوق تصوره فوق طاقته حضرتك ثلاث مواسم وانت هداف الدوري اربع مواسم دكتور اربعه أخرى والله ظلمتك رقم قياسي هذا رقم قياسي <applause> قد مجموع الاهداف والله مرة مرة 35 مرة 23 مرة 19 مرة 13 وموسم اخر كنت انا ورا الكابتن احمد راضي وكان 13 وانت 13 لا هاي مرة 18 و 18 أي. يعني المواقف الحلوة في في كرة القدم انه اثنين احنا اخذنا دوري قبل دورين فبقينا الهداف الدوري من يصير هداف الدوري اتفاق له؟ لا لا ارقام هو مهدف وانا مهدف يعني 18 و 18 فارق واحد فهدف واحد متعادلين لأنه ويا الميناء اي ذكر بالبصره صح؟ لا في بغداد في ملعب الشعب فجت اه العالم تشوف من راح يصير هداف فشوف هنا كان عندنا حقيقه نكران ذات يعني انا أمطي كرات حتى يسجل وهو يعطيني كرات حتى يسجل أه الذكر جت الكره من عدة سجلت انا الهدف صرت انا الهداف واول مهني هو كان الي هناني يعني شوف الفريق او التيم اذا ما تكون بثيمه الحب وال 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 ونكران اذا صعب تتوفق لذلك شوف من صفات التي تميز بها كزوراء هاي الصفه وقلت لك هاي احنا يعني ما اقول لك انا نجم بس هو احمد نجم متالق ومن نجم اقول لك شغله ابو غيث ابو هيا الله يرحمه كان يخاف من ضربه الجزاء صح, صح وانت ايضا؟ لا لا انا كنت اسجل انا كنت انا كنت اضرب فبعدين اتفقنا ليش ما تضرب انت؟ يعني لانه يعني المدرسه البرازيليه تقول اول من يتجرا ويسجل هدف هو المهاجم فكيف ضربه الجزاء انت كمهاجم تخاف يعني شو راح تسجل باللعب لذلك من ضمن ضوابطهم او ضمن ضمن معاييرهم انه لازم المهاجم هو يضرب ضربه الجزاء لذلك شوف احمد ظل هو يضرب ضربات الجزاء يعني انا وياه انا كنت قبل اضرب وبعدين هو ظل يضرب ضربات الجزاء وكنا نسجل يمكن يعني يمكن نضيع من مجموعه الاهداف نضيع كرتين كرة امام الطلبة وكرة امام الـ الـ الشرطة مرة غانم عربي ضيع هدف ضربة جزاء بالاخير تتذكر؟ ضيع له وقع وسجل لا ضيع كنا هنا بعمان ايه ضيع اخر ضربة جزاء هو و, و... راحت من عندنا غانم عريبي تتذكرها؟ والله ما اتذكر بس اتذكر انه هو سجل وكان فريقنا يمكن هو اللي هو اللي نقلنا مرة اخرى هي شوف كرة القدم هو اتفقنا على مبدأ انه مو كل واحد يسجل هدف يعني شوف أنت تجلس اللي يسجل هدف ك ك كمهاجم على ضربه الجزاء تحس كانما شلون الشخاطه الهدف يعني وين ما تضربها تقول الحارس في مديده يجيبها خلاص لذلك شوف احيانا تحاول تميلها برا تطلع بالاوت بالعكس هو الصحيح شوف الحارس مرمى يباوع يقول لك الهدف وين صاير وين ما تشوت تصير هدف بل على رجلك ميزانك لو عينك ميزانك توافق عضله عصر. عضل عصر. بين عصر بين تفكيرك انا من اضرب دائما اخلي عندي خط وهمي في المنطقه معينه ودائما اخلي يصير عندي بحيث اخلي الحارس يتحرك ومن ثم العب هذا حكي مع المدربين مدرب وتبقى انت ثقتك انت بحرك. ما دربت مو؟ اه لا دربت 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 الزوراء ودربت الطلبه نعم بس حظي بال يعني بالتدري مو مثل اللعب مو مثل اللعب مو مثل <applause> اللعب مو لأي... مثل اللعب كان افضل نعم خلينا شويه ما نروح بعيد خلينا بالتسعه اوكي اولادك ايش قدر الله يحفظهم؟ اولادي وبنتي واحفادي تسعه من غير زوجتي و, و... فكره عن سكن وين؟ انا والله الان ساكن بغداد في شارع فلسطين آه الحمد لله يعني ب ب, ب يعني هي رياضه يعني اهل القطاع اخوي يعتبون عليك اهل القطاع لا 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 الناس واهلي وقرابتي هناك ولحد الان شقيق الأخبر زهير ساكن هناك بس هي تغيرت دكتور يعني مو هم ناس هذول كنت اروح لهم اجى جيل اخر يعني ما عدنا تواصل وياهم جيلي انتقلوا بالفتره الاخيره يعني مع الاسف تعرضوا هاي الناس يعني لكثير من الامور اللي نقلتهم الى مناطق اخرى فمن تروح ما تلقى ناسك ما تلقى وضعك انت شو يشدك للمكان ناسه من تروح ما تلقى ناسك ما عندك ذاك الحماس اللي يجبرك تروح في هذا المكان يعني من ضمن الناس اللي كنا نعسهم رزاق الخياط الله يرحمه يعني شاب بعده شاب 59 اكبر من بسنه يحكي قبل اربع خمس سنوات ليله وضحاها مات تخربط ودور المستشفى مات يا شلون مات؟ وبعد ما متزوج وفد انيق وفد خياط هو كان حلقه الوصل المنطقه كلها بحيث انا اروح لاهلي اشوف الحج والحجيه اروح يمه اقعد وشوف كل الاخبار يمه فلان راح فلان جي حتى كان ناطق الله يرحمه يجي يمه نفصل يمه فانه احيانا تفقد امور مو على بالك لذلك شوف يكون عندك مو نفور بس عدم تواصل مع المكان وهذا اللي صاير مع الاسف يعني. هذه الفسحه الخضراء ليست كتلك التي صال فوق مستطيلاتها وجال انه يلاعب الكره بعد ان صار جدا للاجيال لكنه يتمنى ان يرى من بين احفاده من يجدد مجده هذا ما يسمح به العمر لعب دون اهداف محققة أريد على المكان اللي أنت ساكن فيه، من وياك؟ أنا وياي أولادي، يعني أنا قلت لك غيث الأكبر زوجين؟ أنا عندي غيث أكبر واحد عنده اثنين بنا... ولد وبنية وياك نفس البيت؟ نفس البيت، أنا آه. يعني بنيت بيتي جديد أنا بنيت يعني فسويت لهم سويتات يعني كل واحد خدماته وغرفته، فادي عنده اثنين بنات وسجاد عنده ولد ادم واخر عنقود عنده مينا بعد ما متزوجه خم خريجه، ولهم كلهم خريجين الحمد لله لأنه يعني رسالتك يعني اللي تقدر عليه انه دراسية دراسيا وتخرجهم وهم يبقى الموضوع عليهم يعني انا يعني الحمد لله عاد غيث خريج تربيه هو وزوجته. فادي يعني السنة تخرج تربية رياضية وسجاد تخرج تربية رياضية خرجت خريجة معهد يعني هاي رسالتك انه تأديها كوالد او كولي امر وتبقى يشوف ايش لهم الحياة بكرة القدم ما توفقوا مع الاسف يعني يلعبون ما توفقوا لانهم ما جاتهم فرص بس هم لاعبين زينين يعني تعرف شهادة الاب مجروحة بس شهادة الاخرين هي الاهم حلو بعد ابو عليك يعني أنك شكلك اديب ها ودائما تلاقي انا كل متنبي. اي <applause> طبعا صح زين قلت ليش تقرا ما تقرا؟ والله انا اشوف دائما استهويني الجديد يعني دائما استهويني العنوان احيانا هو اللي يشدك ومطبوع الجديد يعني بس اخر شيء يعني هاي جائحة كورونا اذت العالم يعني صارت حدود خمس ست اشهر ما رايحين لهذا المكان اخر شيء كنت مجموعه الشعريه العريان الله يرحمه الله يرحمه عريان هذا قامه كبيره قامه شعريه ما تعوض بها ومظفر و... والقاطع ذول ناس ناس مميزين يعني وكانت تربط بي علاقه طيبه يعني رغم فارق العمر بس انسان مدرسه كنا نلتقي اكثر مره التقينا في مركز الحزب الشيوعي اكثر المهرجان مهرجان مره التقينا في طريق الشعب أه أه تحس بي غير عالم غير ناس يعني انا لو انا صاحب قرار بهذا الموضوع اوفر له كثير من الامور فيه حتى يبدع يعني ما أخليه يلتهي انه شلون يعيش او يلتهي شلون أه أه شلون يبتعد عن الابداع يعني اكو ناس ما يتعوضون خلينا نتحدث عن عن الراحلين يعني احنا هواي انفجعنا يعني بالمرحوم ابو هيا اريد تحكي عن ابو هيا شيء ما حد يعرفه ابو هيا ايش تتحدث عنه؟ كله على بعضه حلو وكله على بعضه رائع أنا يعني يعني التقينا سوا بال 82 ضمن المنتخب الوطني لو اقول لك معلومه ربما ما, ما يصدقها يعني لحد ما يعني لحد ما افترقنا احنا ما افترقنا يعني بس حكم الظروف هو عمان التقينا ذاك اليوم بالعيد يعني اخر عيد التقينا ببرنامج ما فد يوم مختلفين ما فد يوم قلت لك والدليل انه كنا اثنين هدافي دوري هو ينطينا ارد اسجل وانا بالعكس فايد تكنيكال ذات هو كان رائع كان مبدع ولا مقلب سوى بيك؟ مقالب يا ما سوى مقالب خصوصا في 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 نوبات تلعب واحد بالنص أربعة ضد اثنين يورطك في كرة القدم يعطيك باص صعب يعطيك شيء فتعرف هو صاحب نكتة صاحب قفشة ما يدخل المكان يشوف المكان كله يبتسم كله يصير بهجة يعني ماكو مكان للحزن بأي موضوع حتى وقت الشدة شوفه هو يعني شوف مقالبه مثلا عم بابا الله يرحمه هذا عم بابا كنا يفوت منا نطلع منه يجي يحتك فيه او يسولف مشكله ويا عم بابا مثلا بقول كان ركضني هواي وما اقدر هو هو المشكله تاع احمد هو من من ضمن الامور اللي عنده ما أخذ على احمد انه ما يستجيب للياقه البدنيه، شوف كل مدرسه المدرسه الانجليزيه تعتمد على اللياقه البدنيه في كره القدم، غير المدرسه الامريكيه اللاتينيه او البرازيليه اللي تعتمد على الكره الوان تاتش السريعه فعم بابا متاثر بداني ماكلين رجل تربيته انجليزيه فيعتمد على اللياقه البدنيه هي العنصر في في كره القدم فعلا كره القدم معادله تكنيك تكنيك على تكتيك يعني مهارتك الفرديه مهاره الفريق هذول الاثنين هم على اللياقه البدنيه هذا الحكي مع ابو فهد الله يرحمه هذا علم لا ابو فهد ناظم شاكر الله يرحمه, الله يرحمه أه طبعا إذا نريد نتحدث على على, على الكابتن ناظم لربما اذا نتحدث يومين ثلاثه ما يكفي هذا الموضوع على ما ما حد يعرفه ناظم مشاكس مشاكس شنو يعني يعني مو متمرد ضمن الموضوع يعني نبات مثلا يلعب تاف ويا زملائه اتذكر مره من المرات يعني كنا نلعب مباراه تجريبيه ملعب الشعب اكو كان قانون او يعني تعليمات انه دائما تخلي فانيلتك داخل الشورت فهو من ضمن يطلع نخلي الدريس فوق عمو بابا يتخبط، رجل الانضباطية، رجل شي هو بهاي متمرد. فعمو بابا ما يحكوا وياه. طلعوا بال بالآثوري، يعني عمو بابا آثوري ويحكي ويا ناظم بالآثوري، وذاك هم يجاوب بالآثوري. وذاك من المباراة الله يرحمه. إي إيه بس عايش بالدوره إيه ومجتمعه. لا, و... لا لا بالسيسي كان يمكن بالحبانية. عمو بابا. إي. بس نحسي ناظم، نعم ناظم مثل ما قلت حضرتك دليمي بس عايش مع الإخوان المسيح بالدوره ذاك. متشرب وياهم لغتهم متعايش وياهم فقلت لك من كانوا يحكون مع بعض ما نعرف شو يحكون لانه تعرف هاي لغه خاصه بيناتهم فتفاجات انا ناظم يعني ناظم تدري اكبر من عندنا بالمنتخب فتفاجات فمن قلت له قال هذا اللي ثوري ويا عمباو فهي من ضمن الامور اللي ما كنا نعرفها من ناظم زين افضل مدرب اجنبي تعاملت وياه انت منو مثلا؟ افريستو في كاس العالم نعم دربني نعم نعم لو كانت عنده وقت لربما غير شيء من الكره العراقيه بس هو استعين به من الكره القطريه يعني شلون استلفناه من عندهم جاء متاخر يعني عملنا معسكر تدريبي ورحنا وياه وهو اللي هو اللي استقطبني وناظم الله يرحمه وباسم قاسم احنا كنا في منتخب باء وبعدنا من المنتخب الوطني المنتخب راح للبرازيل عنده معسكر من جن البرازيل ظهرت عندهم مشاكل صارت وشي فكان قرار من الاولمبيه ابعاد الكادر التدريبي واستقطاب افرستو مع مع الكادر التدريبي الباقي هنا احنا كنا لاعبين بطوله مع الخليج بالبحرين انا وناطق ناظم وباسم القاسم ورحيم حميد وعماد كنا من الاول رجعون للخط الثاني نكون داعمين للفريق فعماد جاسم ورحيم حميد من البحرين راحوا البرازيل التحقوا مع المنتخب انا والكابتن ناظم الله يرحمه وباسم قاسم رجعنا لبغداد ما يعني ما اختارونا فمن جاء أفريستو راد لاعب المنتخب فقال لهم قال لهم يعني خصوصا كابتن ناظم قال لهم الرقم الاربعه الاسمر وينه؟ اريده لانه ما شاء الله عليه تعرف لعب الرجول عند ناظم صعب جدا انا لعبت ضد ناظم فكنت احسب الحساب لانه ما تعرف الى يمتى يمتى يباغتك يمتى ياخذ الكره منك يمتى لعب الرجولي رائع جدا بحيث ما يلعب خشن بس رجولي يعني يتكاتف وياك يقطع منك الكرات يملك عقليه حلوه انه مو عبثي يقطع الكره منك ويروح يبني يبني هجمه زين انت كم مره سجلت على عماد هدف وعلى رعد حمودي عماد هاشم عماد هاشم لا هو عماد هاشم ورعد <applause> رعدين مو جيلي سجلت اكثر من هدف على رعد على بيب تكشخ، شيخ فرحان أه. عليه من فرحان تسجل فرحان على عماد <تصفيق> 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 عماد هاشم نقدر نسجل احنا هو جيل بعد شويه فلعبنا بالشرطه و... يقول انت مسجل عليه انت شو ما مسجلك عماد انا اصلا برزيت صرت نجم بسببك انت لو مو انت حارس مرمى كبير وسجل عليك ناس ما تكيف على الهدف فمن الاهداف الحقيقه اللي اعتز بها هدف مره كان اكيد الجمهور يتذكره الملعب كان كله فول يعني المدرج والتارتان يعني على خط الوالد شلون الفرق الشعبيه وجت كرة مشتركة بيني وبين الله يرحم أحمد ورحت على عماد وجه لوجه وش... عماد يعني الله يعطيه الصحة والسلامة قرافة و... يعني فشيء ما الهدف ما لي ما تتقرب تكون الكرة صعبة عليك فصرت قريب جدا عليه فبقيت أفكر بين أمطيها إيش قلت له المن العماد العماد لقيت جيتك <applause> فبين أمطيها لأحمد وبين أنا أشوته فشتت الحقيقة راحت التسعين صعبة على على عماد وهاي المباراة هو من أحسن اللاعبين عماد لأن طلع كرات من أحمد الله يرحمه طلع كرات كل الصعبة يعني كرات رجعتها لأحمد فأحمد رأسا مسا ذهب بالهدف راحت بالجول يعني عماد رأسا مد إيده وطلعها من من الهدف فشيء خرافي يعني عماد كان يعني رغم ما فز عليهم 1-0 بس هو كان بطل المباراة هاي المباراة لأنه عماد عنده ردة فعل يعني ردة فعل سريعة جدا يملك طول يملك قوه يملك شجاعه لذلك الهدف عليه صعب يعني مو بسهوله من كنا نلعب من الشرطه ويكون هو بالهدف يعني ما اخفيك سر احنا كنا يعني ما نطمئن نسجل هدف عليه. اوكي كريم صدام 45 دقيقه والوقت ادركنا وراح نلعب الوقت آه. الضايع. شنو؟ صحيح؟ والله والحكم صوفر ما شاء الله عليك. حيدر انصاري يشرب لي حكم المباراه. اخذ في خمس دقائق صار حيدر اخونا. طيب اعطيك فرصه. ايه؟ انت كنت قبل اللقاء بشيء ثاني على هسه صح؟ والله يعني مو قدامك برنامج رائع برنامج متابع وجود ال 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 القامات الكبيره استاذ حيدر وعموري المصور وحضرتك هذا يعرف تعرف تاريخ يعني ناس تاخذ تصور من خلال حديثك من خلال مفرداتك من خلال ما ما تطرحه انا يعني يعرفونك كنجم لاعب كره قدم يعني كثير من الناس تعرفك دريس وشورت بعد ما اعتزلنا كرة القدم بقينا نلبس رباط وبدلة وتشوفك العالم فأنت كيف يعني يعني ما أقول لك نجيب في كرة القدم يعني الناس عرفك في كرة القدم لعبت وياك خشن؟ اه لا كنت ناعم جدا كنت انا قلق منك حقيقه لان يعني عندك اسئله مباغته غير متوقعه فاليوم ما اعرف شو كنت هادئ يعني انت ما شاء الله عليك الناس يعني مهم جدا بالنسبه لي حتى تكون عند حسن ظن لا انا شخصيا عن عن نيابه عن الناس اعتقد ان الحلقه كانت جميله وحيدر الأنصار ايضا خلف الكاميرا يبتسم ويحييكم وانا ايضا احييكم كانت اللعبه جميله ليس فيها مخاشنه وديه وحبيه وتعادل اثنين اثنين كريم صدام اثنين وانا اثنين ونلتقيكم في الحلقه القادمه دائما نلتقي لنرتقي انتظرونا